أنا عاوز أعبر عن شعوري بالنسبة لشتاينبرجر هوتيل. الحقيقة من اللحظة الأولى وأنا حسيت أن أنا مش ضيف على هذا الفندق، إنما أنا شير هولدر. يعني المثل الشعبي بيقول لقيني ولا تغديني، وهذا الفندق بيلاقيني ويغديني ويعشيني ويشربني ويحسسني أن أنا يعني لي في هذا الفندق، وأن أنا أملك جزء من هذا الفندق، وأن أنا مالك لهذا الفندق، بحيث أن أنا I'm free. يقول لي أنت free في أي حاجة تطلبها، في أي حاجة، day and night، ليلا ونهارا. أضف إلى هذا طبعا الخدمة الرائعة في والتقديم الهائل، بحيث أن أنا مش هقول كرم حاتمي، إنما أنا أقول كرم مصري، وأقول Egyptian hospitality فعلا واضحة بجلاء ووضوح شديد في هذه الأيام القليلة اللي أنا قضيتها في شتاينبرجر هوتيل. فأنا بشكر كل القائمين، كل اللي استقبلوني، كل اللي قاموا على راحتي، وكل من سارعوا في تلبية طلباتي. والحقيقة شيء رائع وجميل جدا، ويعني لا يمكن آجي شرم الشيخ إلا لازم يكون شتاينبرجر هو المكان المفضل بالنسبة لي. أنا بشكرهم كتير قوي، وكل فرد فيهم من كبار الموظفين إلى أي موظف آخر أنا بشكره، ويعني أطلب من الله إن هو يساعدهم على أداء عملهم الرائع العظيم. شكرا جزيلا.